تقول إحدى المستمعات: شيخ صالح، كنت إذا قرأت القرآن وتأملته أبكي، ولكني ألاحظ أن تلك الحالة ابتعدت عني بعض الشيء. ما السبب في نظركم، وما التوجيه إلى أن أعود للخشوع والتأثر بالقرآن؟ جزاكم الله خيرا. عليك بتدبر القرآن والتفكر في معانيه، فإن هذا مما يسبب الخشوع. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما القراءة التي هي مجرد مرورا على الآيات والقلب غافل، هذه قراءة لا تؤثر ولا تجلب الخشوع. فعليك بتدبر القرآن والتفكير في معانيه وحضور القلب عند التلاوة، وألا تقرأ القرآن وأنت في حالة انشغال فكر، بل تفرغ لتلاوة القرآن، فإن ذلك أدعى للخشوع، ولا سيما في آخر الليل وفي صلاة التهجد، فهذا أدعى للخشوع. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة معناها القيام بعد النوم من آخر الليل، يكون الإنسان قد أخذ راحته واستعاد قوته، وفي الليل تنقطع الشواغل والأعمال الدنيوية، ويكون الحضور، حضور القلب مع الرب، أكمل وأدعى. نعم.